ده صفر على طول، وواضح جدا ماهر سليم هو المخرج، جابها اكتر من مره، ونجح عبد الستار صبري انه يلبس ضربه جزاء صحيحه وتبقى للمقاولين. اهو الكل مرتقب ده من الشوط الثاني، جون الهدف الثالث يحرزه علي عاشور، والهدف الثاني ليه 3-0، واعتقد جه وقت زيزو ان هو ينزل. علي عاشور 10 دقايق اهو و3-0، والدكتور الجندوري يبدو ان الناس طبعا بتحييه، ودي حاجه كويسه جدا لما المسؤولين الكبار بيهتموا بمثل هذه المناسبات ويحضروها تشجيعا للرياضه. و3-0 لنادي المقاولين العرب، وارتياح كبير جدا جدا لينا ولجماهير الفلسطين. هجمه للمقاولين، هيثم حسين، هيثم حسين اللي بيجي صبري يلعبها صبري، انما يخش رقم خمسه من جو، وحكم كويس قوي 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 بيحسب كل حاجه لينا وعلينا، وضربه حره مباشره للمقاولين. اهو داخل جامد وداخل على الفتاح وبط رجله عاليه، وطبعا ضربه مرمى لسوق اجراف. ادي ضيوفنا النهارده سيد وزير الداخليه حاضر بنفسه. ليه عبد الستار؟ ليه محمد عوده من الباك الشمال؟ عوده عاوز يعدي وعدي عوده، ويبص من الزاويه البعيده اللي هناك. حلو 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 واعلن عن نفسه الباك الشمال محمد عوده بقوه في الدقيقه 30، يحرز اجمل هدف المباراه واجمل هدف المباراه. محمد عوده في الدقيقه 30 يحرز هدف مقصود. وبص حضراتكم خد الكوره وشوف هيعدي ازاي. عوده اتضغط عليه من بسومبي، شوف قلبه وبص نقر البص اللي هناك دي على طول في الجوله البعيده. قصيده 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 4-0 4-0 بهدف جميل جدا جدا من محمد عوده. وهدي ليك حق يا مهندس راح عصام الله انك تبتسم، لك كل الحق. ايه تخطيط جيد واداره ناجحه واستقرار اداري زي ما قلت لحضراتكم، ليه عوامل نجاح كبيره جدا. وادي عوده يخلص نفسه ويلعبها في الجوله البعيده وقصيده 4-0. زيزو لعاطف لزيزو، مش بقول لحضراتكم ان في متدربين جدا، وممكن مين هيتابع من ناحيه اليمات وناحيه اليمات. اوبا هيثم، يا هيثم اوبا. الصراحه يا هيثم انت قاصد تشوط، انما صبري بيعمل مجهود فردي اهو، لو بص بطرف عينه، انما هو قاصد يشوط وصبري بمجهود. السيد حسني مبارك ارسل فعلا برقيه تهنئه الى المقاولين العرب، جاء فيها لقد تابعت مع جماهير الكره المصريه الافريقيه المباراه النهائيه لبطوله الانديه ابطال الكؤوس الذي حقق فيها فريق نادي المقاولين الفوز بعد مباراه رائعه اتسمت بالتميز في الاداء وروح الفريق العاليه والالتزام بالقيم الرياضيه الرفيعه. دي كانت رساله السيد الرئيس حسني مبارك الى ابنائه الرياضيين. المصريين هم حيويه وعزم وهمه، المصريين هم حيويه وعزم وهمه، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين هم في الدنيا اول امه، المصريين هم في الدنيا اول امه، متعبين ومؤمنين. المصريين هم حيويه وعزم وهمه، المصريين هم حيويه وعزم وهمه، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين 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 قلبي وياكوا يا مصريين، فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين، فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. وما دام قلبنا كده على بعضنا، وما دام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير هيجي، نرضي ربنا والخير هيجي. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا.
صورنا على كل شيء. وما دام قلبنا كده على بعضنا وما دام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير هيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر تعيش يا مصر في عزة ونصر مرتب فوقنا علم ونشيد يا رب.